كانت ما بتتوصفش، كانت فرحة غير شكل. وظل عندي 15 يوم، وبعدين جبته ورحت أعمل له فحص تلاسيميا عشان أجوزه. لو بقول لي دكتور بدي على المستشفى على طول بلاش يموت عندي، وجبته على المستشفى. هي له 13 يوم هين بين الحياة والموت. وأجل عيسى كراكع امبارح كان مسافر، امبارح اجا، واليوم عمل له تحويله، واليوم مش قبل لا يطلعوا على هداسة ولا على الأردن ولا على أي منطقة. بناشد كل العالم، بناشد كل الدول، كل حقوق الإنسان تيجي تتفرج عبنا وتشوف شو هو، وتطلعه تساعد في علاجه. ابني بين الحياة والموت، مش بس هو، كمان كل الدار بدها تموت. وبناشد كل الأسرى اللي في سجون الاحتلال، ما يخلوهم مش يمسحوا طمامهم ولا يعطوهم إبر ولا كل أكل بدهم يأكلوا يفحصوا قبل ما يأكلوا، لأنه ابني تسمم من إسرائيل. فش عنده ولا أي مشكلة، عنده القلب شغال 100%، عنده الدم كويس، عنده جسمه كل شيء كويس، بس ابني عنده التنفس والرئة، وفش ولا دكتور قادر يعطينا أي نتيجة. بالنسبة لأشرف أبو دريع، دخل عندنا في 6/12، طبعا هو أسير محرم. جانا هون، طبعا المريض عنده كمان، يعني بعرف إذا بتعرف، عنده ضمور عضلات، وهذه شغلة عندهم في العائلة موجودة، إلى إخوة اثنين نفس الشيء عنده الإشي هذا مزمن، حسب ما بيحكوا، هو بيحكوا حسب ما أفاد الأهل إنه كان عنده في السجن له 6 سنوات، ومن قبل ما يروح من السجن بيشكي من شغلة اللي هي السعال شديد وارتفاع في درجة الحرارة حسب ما بيحكوا الأهل. حسب ما بيحكوا قبل ما ينزل بكم من يوم، قبل ما ينزل من السجن حسب ما بيحكوا الأهل إنه بلش معه سعال ارتفاع درجة الحرارة. المريض جانا هون إحنا في 6/12 كان يشكي من ارتفاع في درجات الحرارة مع سعال شديد مع ضيق بالنفس. لما دخل المستشفى، دخل قسم الباطني، الفحوصات اللي انعملت طلع عنده التهاب رئوي حاد، مشى على المضادات الحيوية اللازمة وأخذ الأدوية اللي بلشت. في 8/12 المريض اتدهورت حالته الصحية، دخل في هبوط حاد بالنفس، فهم علي كيف. هلأ المريض في هذه الحالة لما عمل الفحوصات اضطرنا نقول له العين المكثفة ونحطه على جهاز التنفس، اللي كان أكبر سبب أول شيء التهاب رئوي الحاد عنده، في عنده اللي هي ضمور العضلات، هو محطوط على جهاز التنفس بياخد العلاجات اللازمة، وهو على جهاز بياخد الأدوية طبعا مضادات الشغلات. في بعد بكم من يوم من وجود على جهاز التنفس، حاولنا إن نشيله عن جهاز التنفس، خففنا الجهاز تدريجيا، كان في تحسن في وضعه، في علامات الحيوية عليه، وفي فحوصاته كانت أفضل من السابق وصور الأشعة. هلا المريض ان بعدها طبعا في خلاله هو يعني فتره انه نخفف جهاز التنفس عنه شلناه، حصل عنده هبوط مفاجئ، توقف لحظي للقلب، دخل في عمليه انه توقف. طبعا الدكاتره المناوبين اشتغلوا معاه ورجع عاود ايش عنده له انه انعاش ورجع عاود يعني اشتغل، اضطرينا نحطه على جهاز التنفس كمان مره. هلا حاليا بالنسبه للمريض، حاليا موجود على جهاز التنفس، وضعه ثابت، فيش جديد عليه. في عنا صعوبة بنواجهها إنه كيف مش قادرين نشيله عن جهاز التنفس نظرا للمرض المزمن اللي عنده، اللي هي ضعف العضلات، عنده وجود إفرازات شديدة وبلغم على الرئتين، مش قادر طبعا هاي هو ما في عنده القدرة إنه يطلعها لأنه العضلات عنده ضعيفة هاي المرض. فحاليا على جهاز التنفس، الوضع صعب، ممكن يحصل في أي لحظة انتكاسات عنده، ممكن تتدهور حالته لا سمح الله. طبعا امبارح اجى زار وزير الاسرى زي ما حكى لكم الاخ، الاهل حكوا على قصه انه تحويل على هداسه، انه امكانيات افضل او على اي دوله ثانيه. تم التنسيق انه تحويل على هداسه لانه هداسه عندهم امكانيات افضل نوعا ما، بالذات عندهم اللي هي اقسام العنايه المكثفه، مختصين بالعنايه المكثفه. فاحنا بالنسبه لنا يعني كنا مع انه نقله لانه الامكانيات افضل، طبعا هداسه الاردن افضل، من في عندهم امكانيات اوسع من عندنا. يعني هل سيتم نقله ولا كيف؟ حاليا بالنسبه لنا اليوم، احنا بالنسبه لنا من ناحيه المستشفى الاهلي، تنسيق مع مدير المستشفى ورئيس القسم، كل شيء جاهز.
وطبيا احنا جاهزين لننقله من ناحيه الاجراءات، جهاز التنفس، المتنقل، الاسعاف، كل شيء جاهز. المشكله حاليا حسب ما بيحكوا الاهل انه في رفض امني. هلا الرفض الامني هذا ما بعرف يعني، بيحاولوا ينسقوا له، في اكثر من جهه تدخلت تنسق له، وزاره الصحه اعطوا تحويل 100%. حاليا احنا مستنى الرد من هداسة، حاولنا احنا ننسق مع هداسة من كمستشفى يعني، في صعوبه في التواصل معهم، فحاليا مستنى احنا الرد يعني من نفس الاهل، من بنسق الجهات المعنيه يعني حقوق الانسان، في عده مؤسسات تدخلت في هاي الشغلات، فمستنى الرد. بالنسبه لوضعه حاليا زي ما حكيت لك، موجود في العنايه المكثفه على جهاز التنفس، وضع يعني من ناحيه على جهاز التنفس، من ناحيه ان هي العلامات الحيويه ثابته يعني، ما فيش جديد. نعم، اتوقع يعني يكون تسمم جوا السجن او اقل شيء، ما هي بقدرش اجزم لك اياه، احنا كاطباء هون ما بنقدر ناكد هذا الشيء، بس هذا الالتهاب الرئوي عنده ممكن يصيب اي مريض سواء في السجن او برا السجن. هلا يتسمم ما تسممش بقدرش اجزمها احنا بالنسبه لنا. الشيء اللي بيساعد او الشيء اللي هو يعني زاد عند اشرف، اللي هي مشكلة العضلات اللي عنده، المشكلة اللي هي المرضية اللي عند الأهل يعني عند في العائلة عندهم، وهو عنده هاي المريض مقعد عنده ضمور في العضلات، هاي المجموعة الشغلات نوعا ما يعني بتأثر سلبا على المريض. طيب بغض النظر يعني عن مرض الوسط، شو أسباب ضمور العضلات يعني؟ هلا في أكثر من سبب، بس ما بقدر يعني أقول لك شو السبب عنده بالنسبة لهم، إحنا ما عملنا فحوصات هون، هاي شغلة مزمنة. هلا هو في معاه تقارير طبية مثبت إنه عنده هذا اللي هي مرض ضمور العضلات، طبعاً هاي المرض هذا واسع جداً، يعني في أكثر من نوع له وش أشكال، إحنا بالنسبة لنا ما يعني نتعامل مع متخصص أعصاب أو شغلات زي هيك. ما سبب أو يعني الالتهاب الحاد ما تبينش لأي كنتوا كأطباء؟ هلا زي ما حكيت لك زي أي التهاب صدر عادي، يعني زي أي فلوان. إيش السبب لإله؟ يعني كأشرف كشخصية تم تشخيصه ولا كيف؟ الالتهاب بكتيري. مش احتمال يكون عندنا استنشاق لغازات سامه زي ما بنعرف احنا التهاب حاد في جوا المريره، احتمال يكون عندنا استنشاق غاز سام. هلا ما هو زي ما حكيت لك هاي الشغلات ما بتقدر تجزمها وتنفيها احنا كمستشفى الاهلي. هلا هذه مثلا يعني عندك في مراكز اللي هي متخصصه في هذه الشغلات، بتفحص المريض، بتاخذ عينات منه، بس طبعا هاي في حينها في كذا، بس احنا كمستشفى اهلي او اي مستشفى هون ما بيقدر يعرف لك هاي الشغلات. يعني خلال الايام اللي مكث فيها بالمستشفى هي حالته متجهه للسليم يعني ولا للخطر؟ شوف حاليا الوضع كان قبل يعني افضل. حاليا الوضع يعني شوي صعب. فاهم علي كيف؟ في زي ما حكيت لك بالنسبه له احنا اللي بواجهنا انه مش قادرين نشيله على جهاز التنفس، والوضع تاعه غير ثابت يعني. في اي لحظه ممكن لا سمح الله يصير انتكاسات، هذا متوقع. فاهمني كيف؟ توقف اللحظة للقلب يعني من ايش باين؟ ليش وقف قلبه؟ طبعا نقص الاكسجين، واحد محطوط ترى جهاز تنفس عنده مشكله في النفس، نقص الاكسجين بياثر على جهاز التنفس، ممكن ياثر على القلب. هلا هبوط النفس الحاد ممكن ياثر على القلب، ويصير عنده هبوط في القلب او اي شيء زي هذا يعني، هذا ايش متوقع عند اي مريض يعني. شكرا يا دكتور. جهاز تنفس عن هذا عنده التهابات طبعا بده يصير عنده. أنا بدعو كافة الأسرى إلى الصمود والصبر وتوكل على الله، وبحكي لهم إن إحنا معكم برضو كمان في محنتكم هذه، وإن شاء الله يعني على القريب الله يفك أسركم ويطلعكم من السجون سالمين غانمين. بدعو كمان كافة الشباب الفلسطيني إلى التضامن مع الأسرى وإلى الأقل شيء يعني خروج بمسيرات لمنصة الأسرى.